You make a good point, Ahmed. هذه I think نقطة perhaps there وجيهة were أحمد، أعتقد بأنه كان هناك ضمانات. نعم، بنت ورئيس الوزراء الإسرائيلي قد التقى مع الرئيس بايدن، وقد التقى أيضا بني جانتس بلويد أوستن، وأيضا جو بايدن حضر في ذلك الاجتماع وقال بأن إيران لن تحصل على سلاح نووي في تحت مراقبتي. فأعتقد بأن الولايات المتحدة قالت كل الأشياء التي تريد إسرائيل أن تسمعها، ولكن المشكلة وخصيصا بعد ما حصل في أفغانستان، هل تستطيع إسرائيل أن تثق بإدارة بايدن؟ لو كنت أنا مكان إسرائيل لقلت لا، لن أثق بهم بناء على ما رأيناه في أفغانستان. إن هذا يؤلمني ويحزنني أن أقوله كأمريكي فخور، ولكن الحكومة الأمريكية للأسف قد تخلت عن مواطنين أمريكيين في أفغانستان وراء خط العدو بين أيدي طالبان. ليس ذلك فقط، بل أيضا تخلينا عن الأفغانيين الشجعان الذين عملوا مع الأمريكيين لعشر سنوات ماضية ضد طالبان. لقد تخلينا عنهم، تخلت عنهم إدارة بايدن. فهكذا تعاملت إدارة بايدن مع أصدقائها وحلفائها وحتى مواطنيها. فإن كان هذا هو الوضع، فلن أثق كإسرائيلي بما تقول هذه الإدارة. أعتقد بأن الدرس الكبير الذي تعلمناه من أفغانستان بأن ذلك غير قواعد اللعبة، لأن حلفاء الولايات المتحدة اليوم يقولون هل يمكننا أن نثق بالولايات المتحدة تحت قيادة جو بايدن؟ لم يكونوا يقولون ذلك تحت رئاسة ترامب، ولكن اليوم أعداء أمريكا، ومن وجهة نظري كمواطن أمريكي، أعداء أمريكا يقولون، وأنا أتحدث هنا عن روسيا وعن الصين وعن النظام الإيراني وكوريا الشمالية وأيضا المجموعات الإرهابية مثل حزب الله وطالبان والقاعدة وغيرهم، هم ينظرون إلى الولايات المتحدة ويظنون ربما نستطيع أن نتجنب العقاب إذا لم تستطع الولايات المتحدة أن تلعب دورها كقائد للعالم الحر. ربما الصين تنظر إلى تايوان، وكوريا الشمالية تنظر إلى أمريكا الجنوبية، وبوتين ينظر إلى دول البلطيق وأوكرانيا، ويظنون بأن أمريكا لن تفعل شيئاً. ربما يظنون بأن هذا هو الوقت الملائم لهم للتصرف. فقد نرى الكثير من سيئي السلوك مثل النظام الإيراني يزيدون من نشاطهم بعدما حصل في أفغانستان، لأن هذا يضعف من موقف الولايات المتحدة في عيني ليس فقط حلفائنا بل أيضا أعدائنا. وأنا كأمريكي يحزنني أن أقول ذلك، ولكن هذه القيادة وهذا البيت الأبيض الحالي تحت إدارة جو بايدن هم المسؤولون عن هذه الفوضى.